هو الرسالة التي تحملها الجالية العربية المقيمة في بلجيكا من خلال المؤتمر السابع لمنظمة آفاق النخيل في بروكسل، وبحضور جملة من منظمات المجتمع المدني وشعراء وفنانين من الجالية العربية القاطنة في أوروبا. المهرجانات اللي بنسويها هنا، بالفعاليات، المؤتمرات الجاية تصير، ندعو إلى السلام بين جميع الناس، يعني مو خلينا نقول مو بس العرب، وبين كل الطوائف أيضا. الفعاليات الجاية نسويها هنا مثلا، الاحتفالات، نحاول نجمع الجالية العربية بأجواء يعني تنسينا همومنا، تنسينا مشاكلنا، وخصوصا بالوقت الحاضر اللي يصير بالدول العربية وعراقنا الحبيب اللي مر من فترات صعبة جدا جدا، الحمد لله والشكر تخطاها في هذه الفترة، وإن شاء الله يعم الأمان والسلام على جميع الأوطان. نشاطات عدة حمل هذا المؤتمر من خلال إلقاء المحاضرات والكلمات وأشعار تغنت بالسلام العالمي ودعم القضية الفلسطينية ومواجهة الظلم والدمار في العالم أجمع. تقدم بوافر الشكر والتقدير إلى جمعية أفاق النخيل والدعوة الموجهة من بلجيكا بروكسل لعقد الشراكة سوية مع جمعية هميانة الاجتماعية لكبار العمر، ومد جسور التواصل بين استراليا وأوروبا، وشكرا جزيلا للدعوة الموجهة والحفل الكريم ولكل من حضر وشارك احتفالنا من الشعراء والأدباء والفنانين. طبعا الحفل المؤتمر كلش حلو وكلش حفلة نظيفة وناس جيدين، وطبعا هاي الحفل نحن مسويها للمؤتمر من دار السلام والأمان ووقف الحروب بالعالم كله، لأن تعبت العالم، الناس كلها صارت فيها حالات نفسية والله، وعايشين بالغربة وجايين متغربين. والحمد لله طبعا الحفل نحن شاركنا بيها كفنانين وناجح الحفلة. طبعا هاي الحفل المؤتمر الحفلة السلام. وقف الحروب ونشر السلام هو الهدف الأسمى الذي حمله هذا التجمع من أجل دعم الإنسانية ووقف الدمار في العالم أجمع، ونهوض بوقفة عالمية من أجل القضية الفلسطينية، رسالة إنسانية حمل هذا المؤتمر لأبناء الجالية العربية في بلجيكا. نبذ الحروب ونشر ثقافة السلام والإنسانية هي الرسالة التي سعى إليها هذا المؤتمر من خلال توقيع مذكرات الشراكة مع المنظمات العالمية الفاعلة. لقناة العراقية أمير العقابي بروكسل.